السلام عليكم أعزائي الطلبة بالمرحلة الرابعة بقسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة المستنصرية فرع التكييف، ورحب بكم محاضرة جديدة بمادة الطاقة الشمسية. راح نتناول بهاي المحاضرة موضوع جديد في مجال الطاقة الشمسية وفي مجال المجمعات الشمسية، اللي هو موضوع المجمعات التركيزية Concentrating Collectors. طبعا دراستنا لحد الآن بالمجمعات اقتصرت على النوع المسطح اللي هو الفلات بليت سولار كولكتر. هذا الفلات بليت سولار كولكتر هو النوع الأكثر شيوعا حقيقة، وانتشر أكثر من بقية الأنواع. هو يستخدم يعني مثل ما شفنا في مجال تسخين المياه للأغراض المنزلية. هذا النوع اللي راح ناخذ اليوم اللي هو المجمع التركيزي الكونسنتريتد كولكتر، نستعمله من نريد درجات حرارة أعلى من الدرجات اللي ممكن نحصلها بالفلات بليت سولار كولكتر. فيستعمل عادة المجمع التركيزي من نريد يعني حصل على درجات أكثر من 100 درجة مئوية، من نريد أولد بخار، وخاصة يعني في مجال توليد الطاقة الكهربائية. يعني احنا نقدر نستعمل المجمعات الشمسية إذا يعني صممتها بشكل ملائم حتى أولد بنا بخار وبدرجات حرارة عالية، يعني قد تعبر 300 أو 400 درجة مئوية. وهذا البخار ممكن أستعمله لغرض توليد الطاقة الكهربائية كما هو الحال في محطات توليد الطاقة الكهربائية الحرارية التقليدية اللي أنتم يعني تدرسوها أكيد هسه، اللي بيها غاز جنريتر أو ستيم جنريتر وبيها توربين بخاري. فنفس الشيء هنا الستيم جنريتر مالتي راح احصله مو من حرق الوقود الاحفوري مثل المحطات التقليديه، وانما راح احصله عن طريق الطاقه الشمسيه. فهاي المحطات اللي تستعمل لتوليد الطاقه الكهربائيه يعني على نطاق خلينا نقول كبير، او يعني على نطاق واسع، مو يعني الكهرباء اللي ناتجه من الفوتوفولتايك من الخلايا الكهروضويه. هاي الكهرباء اللي حصلها من الخلايا الكهروضوية حقيقة كميتها قليلة، وكفاءة الخلايا الكهروضوية قليلة، وهذا استعمالاتها تقتصر على الاستعمالات البسيطة بس لغرض الـ economic power generation، توليد الطاقة الاقتصادي اللي أقدر أربطه بالشبكة الوطنية، لازم أستعمل المحطات الحرارية الضخمة. فهاي المحطات الضخمة اللي ممكن تعمل بالطاقة الشمسية نستعمل بيها concentrating collectors، مجمعات تركيزية. هاي المجمعات هي ممكن أوصل بها الوركينج فلويد إلى درجة الغليان، مثلا إذا كان المي أو وركينج فلويد آخر، وأقدر هذا البخار يعني المحمص أوصله بعدين إلى يعني حالة السوبر هيتينج، أقدر أستعمله لغرض توليد الطاقة الكهربائية بواسطة التوربينات البخارية. فنتكلم شوية عن الكونسنتريتد كولكترز. طبعا هي بيها تصاميم عديدة، والمبدأ شنو بيها؟ انه اني اشعاع الشمس اللي يجيني ما استعمله مباشرة مثل الشيء الموجود بالفلات بليت سولار كولكترز، وانما اسوي له عملية تركيز. يعني الشعاع اللي يجي من الشمس يمر بالبداية على ما يسمى بالريفلكتر، فهو جزء اساسي اكو بالمجمع التركيزي. الرفلكتر او الكونسنتريتر الجزء اللي العاكس او المركز اللي يستقبل اشعه الشمس ويرجع يعكسها على الابزوربر. يعني قبل بالفلات بليت الابزوربر هو مباشره يستقبل الاشعاع الشمسي بدون اي تغيير، يعني تلاحظون يمر عبر الغطاء الزجاجي ويوصل الى الصفيحه الماصه الابزوربر بليت، ويتحول بعدين الى حراره مفيده تنقل عبر الوركينج فلويد. بالكونسنتريتر لا، عندي جزء نسميه ريفلكتر العاكس، يستلم الإشعاع الشمسي يرجع يعكسه ويركزه في بؤرة. زين، فهذا الإشعاع الشمسي من يتركز في بؤرة، هاي البؤرة راح تكون درجة حرارتها كلش عالية. هذا الشيء احنا يمكن مجربيه يعني سابقا من نستعمل العدسات، وهاي العدسات يعني نركز بها أشعة الشمس على منطقة قليلة، يعني منطقة صغيرة
فالمنطقة الصغيرة راح ترتفع بيها درجة الحرارة، ونقدر حتى مثلا نحرق بيها ورقة أو قطعة خشب أو أي شيء آخر. فهاي الكونسنتريتد كولكترز يعني شغلها مثل شغل العدسات، بس العدسات يعني نسميها طريقة الريفراكشن، طريقة الانكسار. هاي الطريقة غير عملية بالطاقة الشمسية، إنه أركز الأشعة بالعدسات. فش أستعمل؟ أستعمل العاكسات، يعني مو كان العدسة، أستعمل سطح عاكس، سطح معدني يطلع بمادة يعني شلون نقول براقة سبيكولار، فمن يجي عليها الإشعاع الشمس، إشعاع الشمسي ينعكس، وأحاول يعني أركزه في بؤرة قد تكون نقطة واحدة أو تكون خط بؤري كامل، يعني لاين فوكس مو نقطة واحدة. وهذا هاي البؤرة أقدر أمر بها الأبزوربر بليت، هنا راح يكون مو بليت، قد يكون هنا راح يكون على الأكثر هو أنبوب أمرره في هاي البؤرة، فراح أقدر أحصل على درجات الحرارة العالية. فعندي إذا جزئين بالمجمع الشمسي التركيزي، كونسنتريتر أو الريفلكتر الجزء اللي يعكس الإشعاع الشمسي ويركزه للبؤرة، والرسيفر اللي راح يعني أخليه في هاي هذه البؤرة. أوكي، طبعا اكو انواع عديده من المجمعات التركيزيه وصيغ عديده، بس احنا نقدر نقسمها تقسيم رئيسي، او قبل ما نقسمها نقدر نذكر المزايا مالتها. يعني المزايا مالتها مثل ما قلنا، اول ميزه هي احنا راح نحصل بها درجات حراره عاليه نتيجه تركيز الفيض الشمسي. اوكي، راح يعني هو جاينا مثلا 1000 واط للمتر المربع، فهاي ال 1000 واط على المتر المربع راح اركزها مو على متر مربع، راح اركزها على مساحه اصغر، قد تصير مثلا 10 يعني عشر المتر المربع اذا كان نسبه التركيز 10 مرات. فهاي ال 1000 واط راح تتركز على 10 متر مربع، اكيد درجه الحراره راح ترتفع. هاي اول ميزه. ثاني ميزه من راح اقلل الريسيفر اريا او الابزوربر اريا، هاي منطقه الاستلام مساحتها راح تقل، فخسائرها ايضا تقل، لان خسائر مثل ما تعلمنا تساوي لي المساحه في معامل فقد في فرق درجات الحراره. فمن المساحه تقل، شو يصير عندي بالخسائر الحراريه؟ ايضا راح تقل، رغم انه درجات الحراره تعلى، بس مع ذلك تاثير المساحه راح يكون اكثر، فتقل كلش الخسائر الحراريه نتيجه تقليل مساحه يعني السطح الماص او الابزوربر اريا. فهي الميزتين الاساسيتين، انه درجات حرارة عالية ومساحة فقد قليلة. فالتقسيم، نرجع للتقسيم، نقدر التقسيم يعني اكو فئتين اساسيات بالconcentrating collectors، مجمعات تركيزية. اول نوع اللي نسميه non imaging concentrating collectors، هاي non imaging التركيز يكون بها مو على مرحلة، يعني هاي ارتبها بحيث انه الإشعاع الشمسي يدخل الى المجمع الشمسي وما ينعكس مرة واحدة، قد يعاني مجموعة من الانعكاسات، بس بالنهاية لازم يوصل للأبزوربر بليت، يعني بيفت سطح على شكل قطع ناقص، وسطح يدخل بالإشعاع يعني ينحبس داخل هذا السطح، هسه نشوفه إن شاء الله بالصورة، ويعاني مجموعة انعكاسات وبالنهاية يوصل إلى السطح أو الأنبوب الماص، هذا نسميه الإيميجينج. النوع الآخر الإيميجينج اللي هو الانعكاس يكون مرة واحدة، يعني ينعكس في البؤرة وينتهي الموضوع. فهذا عندنا صورتين على الإيميجينج وان الإيميجينج، هذا اللي على اليسار هو النان إيميجينج. فنلاحظ انه السطح العاكس هذا اللي بالأسفل، هذا هو السطح العاكس، راح يجي عليه الإشعاع الشمسي، فقد ينعكس مرة واحدة مباشرة مثل هذا الخط الأسود، يطخ السطح وينعكس مباشرة إلى هذا الأبزوربر اللي صار بالنص، هذا هو الأبزوربر وهذا هو الريفلكتر حوله. أو قد إذا مثلا الزاوية مالته أو النقطة مالته غير ملائمة، ينعكس مرة ثانية إلى الأبزوربر ويرجع من المرة الثالثة يلا يوصل إلى الأبزوربر بليت، فيصير عنده مرتين انعكاس. أو هذا الخط الأزرق أيضا يعاني مرتين انعكاس. أوكي، فبالنهاية مهما كان عدد الانعكاسات ما دام يدخل ضمن فالزاوية معينة، بس راح ناخذها اللي هي الأكسبتنس أنجل، راح يوصل بالنهاية إلى الأبزوربر بليت، وهذا نسميه الإيميجينج. يعني ليش يسمونه الايميجينج؟ لان ما راح احصل على صوره مثاليه على السطح للشمس على السطح المستلم، بينما بالايميجينج يعني صوره الشمس راح تنعكس مباشره، لانه مره واحده مثل المرايه وتوصل الى السطح الماص، فنسميه الايميجينج. وهذا النوع البي اللي هو الايميجينج سولار كولكتر،
اللي يكون انعكاس مرة واحدة. هو بالحالتين هذا السطح العاكس لازم نصممه على شكل قطع مكافئ، يعني هذا مو سطح دائري، وإنما أخذ بنظر الاعتبار أو أخلي بالي دائما أنه العاكسات اللي يستعملها بالconcentrating collectors تكون يعني جزء من قطع يعني قطع ناقص أو قطع مكافئ، يعني بارابولا. أوكي، وهذا مرات يسموها parabolic concentrators أو parabolic trough solar concentrators. عندنا هاي الاكسبتنس انكل اللي تكلمنا عنها، هي الزاوية اللي إذا دخل من ضمن الإشعاع الشمسي راح يوصل إلى الأبزوربر بليت مهما كان عدد الانعكاسات. أوكي، يعني هاي هنا إذا أرجع للشكل هذا أو عندي شكل جو يعني أوضح، هذا الشكل راح يوضح لي الأكسبتنس أنجل. فلاحظ إنه هاي الشكل على اليمين، الإشعاع الشمسي إذا دخل ضمن هاي الزاوية اللي هي محصورة بين هاي الخطين، فقد يعني راح يجي جزء بهالاتجاه، مو بالضروره مره واحده يوصل للابزوربر بليت، ينعكس مجموعه انعكاسات العفو، لكن بالنهايه راح يوصل للابزوربر تيوب او الابزوربر سيرفس، السطح المستلم او الماس. بس اذا دخل خارج هاي الزاويه، يعني دخل خلينا نقول بزاويه مائله كلش، قد ينعكس ويطلع برا خارج المجمع الشمسي. بس ضمن هاي الزاويه كل الاشعاع اللي يدخل الى المجمع التركيزي راح يوصل عاجلا ام اجلا الى السطح الماس. فهاي الزاوية اللي المفيدة انه او الزاوية اللي الإشعاع الشمسي ضمنها يكون مفيد نسميها الاكسبتنس انجل، زاوية الاستقبال. عندنا هذا ايضا شكل لمجمع تركيزي، لاحظ هذا شكل ثلاثي الابعاد. عندنا تعريفين مهمين، الابيرتشر اريا والابزوربر اريا. الابيرتشر اريا اللي هي شو تساوي انه مساحة فتحة الدخول، ابيرتشر يعني فتحة، فالفتحة اللي يدخل من ضمنها الإشعاع الشمسي شو راح سوينا هنا؟ سوينا طول هذا المجمع الشمسي L في عرضة W، فهاي الأبيرتشر أريا A sub A ساوينا L في W، L في W. المساحة الأخرى هي الأبزوربر أريا، الأبزوربر هو هذا التيوب الصاير بالنص، فالأبزوربر أريا شو راح تكون مساحته؟ مساحة السطحية لهذا الأنبوب اللي هي ساوينا الباي في القطر الخارجي في DO في طول المجمع الشمسي، باي DO، فهاي هي الأبزوربر اريا. طبعا اكيد راح تكون مساحتها اقل من مساحة الابيرتشر اريا لان هي مجمع تركيزي، فلازم تكون اقل. فالنسبة اذا من اقسم الابزوربر او الابيرتشر اريا اي سب اي على الابزوربر اريا اي سب ار، راح تطلع عندي فد رقم اللي هو اكيد اكثر من واحد، اكثر بهواية من واحد، هاي نسميه الرقم نسميه نسبة التركيز سي او الكونسنتريشن ريشو. فالكونسنتريشن ريشو الاي سب سي شو تساوي لنا إذن؟ تساوي لنا حاصل قسمة الـ Aperture Area A sub A على الـ Receiver Area A sub R. أوكي؟ هاي طبعاً نسبة التركيز طبعاً تعتمد على التصميم مادي وعلى الـ يعني مساحة الـ Aperture قلنا ومساحة الأنبوب الماس. طبعاً يعني ما أقدر أركز بحرية، يعني أكو فد ليمت لها، الماكسيموم ليمت. ممكن واحد يعني في كتب الطاقة الشمسية راح نلقيه التحليل مالته، يعني احنا ما شفت انه يعني الدخول اليه قد يعني يكون خارج نطاق موضوعنا حاليا، بس بدكم فقط تعرفوا انه هاي نسبة التركيز انها فد ماكسيمم ليميت، ممكن واحد اذا مهتم يطلعها من يعني ادبيات الطاقة الشمسية. نجي هنا نتناول اللي يفيدنا طبعا بالموضوع هو التحليل الحراري للمجمعات التركيزية، أسوة بالمجمعات المسطحة. هذا التحليل الحراري هو اللي يفيدنا، واللي عن طريقه أقدر أحسب درجة الحرارة أو كمية الحرارة المفيدة التي يستلمها أو يقدر المجمع الشمسي المسطح أو التركيزي يعني ينقلها إلى خارج المجمع. هنا طبعا الثيرمال اناليسيس مات هي شبيهه بالشيء اللي احنا سويناه بالمجمع المسطح، نفس المعادلات ممكن استعملها، ولكن الفرق هنا شنو الفرق؟ المجمع يعني التركيزي على المسطح انه اكو فرق بين مساحات الاستلام ومساحات الفقد. فهنا قبل كانت هاي الاريا بالمجمع الشمسي المسطح اطلعها خارج القوس بنحسب اليوسفل هيت جين،
اوكي بالمجمع التركيزي الاريا اللي تنضرب بشده الاشعه الشمسيه هي الابيرتشر اريا، لكن الاريا اللي تنضرب ومعامل الفقد هي الريسيفر اريا اوكي او الابزوربر اريا اي سب ار. فافرق دائما بين مساحه الابيرتشر اريا اللي هي راح تنضرب بشده الاشعه الشمسي وتمثل كميه الطاقه الداخله للمجمع الشمسي، وما بين مساحه الفقد اللي هي الريسيفر اريا مساحه السطح الماص. اوكي نفس الاسلوب. فاذا اليوسف ريد جين يساوي لنا كميه الحراره تدخل ناقصا الفواقد. فالترم الاول هذا كميه الحراره اللي تدخل الى المجمع الشمسي، والترم الثاني اللي يطرح منه هو الفواقد الحراريه. هنا طبعا للترانسميتنس ابزوربنت برودكت تو الفا شو راح ينضرب عندي؟ ايضا ينضرب عندي هذا المقدار بالرو. الرو شو تمثل هي هنا؟ تمثل الرفلكتنس او الرفلكتنس كوفيشنت مال السطح العاكس. طبعا السطح العاكس مهما يكون يعني براق، وحتى اذا كان هو مثل المرايه، لكن اكيد هو ما راح يعكس كل الاشعاع الشمسي اللي يسقط عليه. فهاي نسبه الانعكاس او يعني كفاءته بالانعكاس، نسبه الاشعاع اللي ينعكس من عنده على الاشعاع الساقط عليه نسميها الرفلكتنس كوفيشنت، معامل الانعكاس. فهذا نسميه رو، هو هذا من خصائص السطوح يعني قد يكون مثلا قيمته 0.9 او 0.95 او 0.85، يعني كل ما يكون اعلى يكون افضل حسب كفاءه السطح الماص يعني. طبعا هذا السطح العاكس. طبعا هذا ايضا يتاثر ايضا بالظروف الجويه، اذا كان عندي مثلا اتربه بالجو او مثلا تعرض السطح العاكس الى مثلا تلف نتيجه يعني او تاكل نتيجه التقادم بالزمن، اكيد الانعكاسيه مالته راح تقل يعني تنزل جو الواحد بكثير. فنجي هنا الشيء اللي اقدر اطلعه انه شو اسوي؟ اقدر اطلع الابزوربر اريا خارج القوس او الابيرتشر اريا، العفو الابيرتشر اريا اقدر اطلعها خارج القوس واحطها هنا بالمقام بالترم الثاني حتى احصل اي ار على اي اوكي. فهذا هو معكوس نسبه التركيز اللي هي سي، عرفناها سي، فتنزل اذا بالمقام. اذا اليو ال يتقسم على نسبه التركيز، ولهذا هو هنا الخسائر الحراريه تقل. قبل كان بالمجمع الشمسي المسطح فقط يو ال، هنا راح اقسم اليو ال على نسبه التركيز. فكل ما زادت عندي نسبه التركيز شو يصير عندي؟ هذا التيرم مال الخسائر الحراريه يقل ايضا بدوره. هذا تعتبر طبعا من مزايا المجمعات الشمسيه التركيزيه. طبعا هذا المقدار احنا ايش كاتبيه بدلاله درجه الحراره المتوسطه للصفيحه الماصه. اوكي هنا ايضا اقدر اكتبه بدلاله يعني فرق الخسائر بدلاله درجه الحراره المتوسطه ناقص الامبيانت تمبرتشر. اقدر اكتب هاي المعادله 7-2 بدلاله درجه حراره المائع او درجه حراره المائع عند مدخل المجمع الشمسي. فهنا انا شو استعمل؟ لازم استعمل الهيت ريموفال فاكتور، يعني مثل ما سوينا بالمجمعات الشمسيه المسطحه. فاقدر معادله 7-2 احولها بدلاله الهيت ريموفال فاكتور ودرجه حراره الماء عند المدخل، فتصير عندي المعادله 7-3 بهذا الشكل. يضاف هنا قبل القوس الاف سب ار اللي هو الهيت ريموفال فاكتور، والتي بي بليت مين شو يصير؟ يصير تي فلويد انيشال او تي فلويد انلت، انلت فلويد تمبرتشر. الهيت ريموفال فاكتور طبعا هنا ايضا نفس التعريف السابق مالته نقدر نستعمل اللي اشتقيناه بالفلات بليت كولكترز، بس هنا شو استعمل؟ يا اريا اضرب بها الاريا مال الريسيفر اوكي او السطح الماص او السطح المستقبل. هنا طبعا يعني مره اقول مستقبل مره اقول ابزوربر، هو نفس يعني التيرم، بس دائما يستعملون بالكونسنتريتنج ريسيفر لكون هذا الريسيفر ده يستقبل في شيء من سطح اخر وسطح منعكس، ولهذا ما نقول ابزوربر نقول ريسيفر، ونخلي الاي يعني نقصد به ابيرتشر. فهذا السبسكريبت اي هو ابيرتشر مساحه مدخل، والاي سبسكريبت ار هو للريسيفر اوكي، يعني مو بالنهائي اللي يستقبل او اللي يقع بالبوره. فاللي استعملها الاريا اللي استعملها بالهيت ريموفر فاكتور هي الاريا مال الريسيفر او مال السطح اللي يستقبل اللي يقع في بؤرة المجمع الشمسي التركيزي. هنا يعني طبعا راح احتاج الى المعامل اف اللي هو الكولكتر افشنسي فاكتور. الكولكتر افشنسي فاكتور احنا يعني نتعامل وياه بطريقه اخرى. احنا يعني عرفناه سابقا
على انه هذا الاف اللي هو الافشنسي فاكتور مال الكولكتر، على انه النسبه مال الخسائر الحراريه ما بين الابزوربر والاتموسفير، الى الخسائر الحراريه ما بين الفلويد والاتموسفير، هيش يعني التعريف مالته. يعني هو عباره عن البسط مالته راح يكون خسائر من الابزوربر الى المحيط، والمقاط مالته هو الخسائر اللي من الفلويد داخل الانبوب الى المحيط. هذا كتعريف فيزياوي. فهذا التعريف الفيزياوي اقدر احوله الى المعادله، المعادله هنا 7-4. فشي يصير عفوا المعادله 7-4، هذا التيارين يمثل لي المقاومه الحراريه اللي هو 1 على معامل الفقد في الريسيفر اريا، وجوه هو مقاومه، هاي المقاومه الحراريه بين من؟ بين الريسيفر والجو المحيط. اوكي، المقاومه اذا انزل بعد للفلويد، فاضيفها هاي اضيف لها شنو؟ مقاومه الفلويد ايضا. فنفس التيار بالبسط يضاف له الار اف. الار اف شنو هي؟ هاي مقاومه الفلويد، يعني كانه يدخل بيها معامل انتقال الحراره، معامل انتقال الحراره ما بين الفلويد وما بين السطح الداخلي للانبوب الماس، هاي الار اف. فالار اف اذا شو تساوي لنا؟ يدخل بيها تاثير معامل انتقال الحراره، ويدخل ايضا بيها تاثير ماده الانبوب، تدخل بيها ايضا تاثير ماده الانبوب. هنا دائما بما انه انا عندي انبوب مو سطح ماس، فكمقاومات حراريه مثل ما يعني درسنا سابقا بالكوندكشن ترانسفير، يدخل بيها اللين بالتعريف مالتها. فهاي المقاومه الحراريه بها جزئين، يعني جزء مختص بانتقال الحراره ما بين الفلويد وما بين السطح الداخلي للانبوب، وجزء هو الحراره تنتقل عبر ماده الانبوب، يعني بالكوندكشن. يعني هذا الترم الاول هو كونفكشن والترم الثاني كونفكشن، اثنيناتهم يعني مال الانبوب الماس او مال الانبوب المستقبل الريسيفر تيوب. فهذا الدي او هو القطر الخارجي للانبوب الماس، والدي اي هو القطر الداخلي المعرض للفلويد، وكي هي هنا الموصلية الحرارية لمادة الانبوب، وال هو طول المجمع الشمسي، و اتش سب اف اي هو معامل انتقال الحرارة مال الوركينج فلويد داخل الانبوب الماس. اقدر هاي العوض اذا المعادلة 7-5 بالمعادلة اللي قبلها 7-4، يعني اخلي الار اف مكان هاي الار اف هنا اللي بالمقام، فراح نحصل على المعادلة 7-6. اوكي، مجرد جبنا هذا التيرم خلينا هنا بالمقام، اوكي، وسوينا بعض التحويرات، عوضنا الريسيفر اريا بما يعادلها هي الباي دي اوتلت في ال ريسيفر اريا، عوضناها وسوينا بعض التحويلات، فراح نحصل على المعادلة 7-6. هاي 7-6 لاحظها تكون بدلالة الأقطار، القطر الخارجي للأنبوب الماس اللي بالبؤرة، والقطر الداخلي، ومعامل انتقال الحرارة HFI داخل الأنبوب، والكي هو الموصلية الحرارية لمادة الأنبوب، والي هو معامل الفقد الكلي للمجمع الشمسي. فهاي معادلة 7-6 ممكن استعملها لحساب الـ efficiency factor مع المجمع التركيزي. وقعدنا شنو حتى يكتمل التحليل الحراري؟ اليو ال اللي هو معامل الفقد الكلي مع المجمع الشمسي المسطح. طبعا معامل الفقد الكلي هنا ايضا راح يكون هو بدلالة ال بليت مين تمبرتشر، بليت مين تمبرتشر. اوكي، فهنا اذا كان عندي اكو تسهيل راح يصير بالحل، يعني دائما بالمجمعات التركيزية الانبوب اللي راح اخليه بالبؤره، يعني هذا قبل شويه اللي شفناه الشكل مالته، هذا الانبوب اللي بالبؤره لكونه راح ترتفع درجه حرارته ارتفاع كبير، عاده يغلفوه من الخارج. هنا يجوز اني مراسمه يغلفوه من الخارج بانبوب زجاجي، يعني ولازم يغطى بغطاء زجاجي، بس فوق الغطاء الزجاجي انه الحيز اللي بين الانبوب وبين الغطاء الزجاجي يفرغ من الهواء، يكون يعني منطقه مفرغه من الهواء حتى يقللون كلش الكونفكشن لوسز او الخسائر بالحمل. فمن راح يغلف هذا الانبوب الماس اللي بالبؤره بغلاف اخر، انبوب اخر زجاجي، والحيز اللي بيناتهم يفرغ من الهواء، الخسائر بالحمل من الانبوب ممكن اهملها. اوكي،
فشي صار عندي فقط خسائر بالإشعاع، فقط خسائر من الإشعاع من الأنبوب الماص. فأنا هذا راح يسهل لي عملية حساب الأوفرول هيت لوس كوفيشنت. فإذا نرجع على المعادلة اللي يحسب بها الأوفرول هيت لوس كوفيشنت، راح نلاحظ أنه هاي المعادلة اللي هي كيو، ما مرقمها أني، اللي هي كيو سب بي آر، راح تكون فقط هي كمية الفقد الحراري بالإشعاع، فقد الحراري بالإشعاع من الأبزوربر بليت. فشي يساوي لنا الفقد الحراري من الإشعاع؟ يساوي لنا البليت مين تمبرشر، درجة الحرارة المتوسطة مرفوعة لأس 4 ناقص الكفر، هذا الفقد الحراري ما بين الريسيفر، اوكي، او ما بين، خلينا نقول بالضبط الريسيفر وما بين الكفر، يعني الكفر بعدنا نسموه الاتموسفير، فقط بهذا الحيز المفرغ من الهواء، فيكون فقط بالاشعاع. شيء يساوي تي بليت مين اس 4 ناقص تي كفر اس 4، اوكي. وراح بيش اضربه بستيفن بولتزمان كونستانت اللي هو سيجما، واضربه بالريسيفر اريا. شو اقسم هنا انا؟ بما اني عندي هناك، قبل كنا بالمجمع الشمسي المسطح كان عندي شيء فاكتور يختلف، اللي واحد على اي بليت زائد واحد على اي كفر ناقص واحد. هنا أنا بما انه عندي سطوح اسطوانيه، فهذا الشيء فاكتور راح ياخذ هذا الشكل، مو الشيء اللي اخذناه بالفلات بليت كولكتر، يدخل بيد القطر الدي او والدي اي، اوكي. طبعا هذا الدي او هنا الدي او هو القطر الخارجي للريسيفر، بس الدي اي هو هنا مو القطر الداخلي للريسيفر، وانما القطر الداخلي شلون نقول للكفر، اوكي. فنقدر نقول دي كفر اي حتى تكون اوضح، تي كفر اي حتى نميزها، اوكي، لان التبادل بين من يكون بين الانبوب الماص وبين السطح الزجاجي اللي الخارجي. فهذا سي اي هو السطح الزجاجي الخارجي، اوكي، وعامل هو الدايمتر مال السطح الزجاجي الخارجي، واضح. كان المفروض نرسم فد رسم حتى يوضح لكم الشكل، وكنا نرسمه يعني هنا حتى نضيف شكل صغير هيك، حتى بس تكون واضحه قدامكم الفكره. سف الدائره، اوكي، هذا تاثر على الشكل شويه، مو اشكال، مجرد للتوضيح. هاي نعطيها فد قطر قليل، دائره صغيره 2.5، هاي 2.5، اوكي. ونرسم دائرة أخرى أيضا داخلها، اوكي. نعطيها قطر يعني نقول بوينت شوية أكبر، زايدة 0.7، وهذا 0.7، حاول نوسطها. ونرسم دائرة ثالثة أيضا صغيرة تكون هنا بالداخل، هاي خليها 0.5، أوكي، خليها داخل الأنبوب، أوكي. فهذا هسه اعتبرنا هذا هو الأنبوب الماص، شوية خليهم بالوسط، هذا هو الأنبوب الماص هسه الريسيفر اريا، اوكي. فهذا هو الدي او، يعني هذه المساحه اللي هي الدي او، يعني اذا اجي ارسمه، اوكي، خط صغير من هنا، هذا الخط الاخر، هذا هو بيناتهم هو دي او، اوكي. هاي المسافة هي دي او، نقدر نسوي له فد انسرت شكل هنا نسميه دي سب او، اوكي. انا اقدر اقلله شوية، فهم
وينو اوت لاين. اوكي، فهذا هو الدي سب او، تكون لا مساحته. هذا الدي او هو القطر القطر الخارجي للريسيفر، القطر الخارجي للريسيفر. اوكي، الدي اي او راح يكون عندي اذا الدي اي اهو راح يكون عندي، راح يكون هذا البرة مش انضافت بالمعادلة، اندو خليها هيك. اوكي، هذا هو الدي او، الدي اي هو الخارجي. اوكي، يعني هذا اذا تكبر شوية هذا شوية نكبره بس حتى يوضح لنا الشكل، وهذا أيضا ثلاثة. فهذا هو الدي الخارجي، هو يعني ذا بس نوضحه هيك. اوكي، هذا هو القطر اللي هو دي سي اي. زين، يعني هذا اذا اريد اسوي له كوبي راح يكون هو هذا الدي سي اي. هذا خلينا نكبر حتى يبين عندكم، نصعد شوي اللي فوق، وهذا ايضا نكبره شوية ونصعد اللي فوق. فالقصد اذن هذا نلغي منه الاشارة هاي نور اول. فاذا عندي هذا هو هسه الغطاء الزجاجي الخارجي، وهذا هو الابزوربر. اوكي، الانبوب الماس، وهذا هو الحيز المفرغ بيناتهم. هذا الحيز بيناتهم هو مفرغ من الهواء. اوكي، فالفقد الاشعاعي ايش راح يكون؟ يكون من السطح الخارجي للابزوربر تيوب للسطح الماس الى السطح الداخلي للانبوب الزجاجي اللي دي يغلفه. اوكي، فهاي المعادله هنا اللي كتبناها شو تمثل؟ شيء فاكتور لها تمثل معامل الفقد ما بين هذول السطحين. فالدي او هنا والدي سي اي مو نفس الانبوب، الدي او مال الانبوب المعدني المستقبل للاشعاع الشمسي القطر الخارجي له، والدي سي اي هو القطر الداخلي مال من؟ مال الانبوب الزجاجي اللي دا يغلفه. اوكي، بس هاي اوضحها لكم الموجوده بهاي المعادله. اوكي، نجي هسه بالنسبه لهاي المعادله، يعني نقدر شوي نكبر حجمها صارت صغيره. هاي المعادله هنا أنا اقدر اطلع من عندها خارج القوس، لانه هي هاي بدلاله شنو؟ يعني الاس 4، ودائما انا معاملات الفقد احتاج فرق ما مرفوع الاس، فدائما اطلع الفرق اللي هو تي بي ناقص تي سي خارج القوس. اوكي، ويبقى داخل القوس هو فقط التيرمات الاخرى، هاي كلها لازم تكون 100 تمبرتشر بالمناسبة، لأنه عندها اشتغل بدلالة درجة الحرارة المتوسطة للصفيحة الماصة. فمن أطلع هذا خارج قوس التيرم اللي هو تي بي ماينس، يعني درجة الحرارة المتوسطة للأنبوب الماص ناقص الكفر تمبرتشر، الشيء كله اللي داخل القوس المربع أقدر أعتبره مقلوب المقاومة الحرارية. أوكي، مقلوب المقاومة الحرارية، فيصير إذا الخسائر الحرارية بالإشعاع ما بين الانبوب الماص وما بين الغلاف الزجاجي او الانبوب الزجاجي تاخذ الصيغه 7-7، فتكون عباره عن فرق درجات حراره مقسوم على مقاومه حراريه اللي هي فقط بالاشعاع. فالمقاومه الحراريه اذا هي نفس هذا التيرم، هو المقلوب مالته راح يحسب بالمعادله 7-8، المعادله 7-8 المقاومه الحراريه. اوكي،
هسه وين اتحول؟ اتحول للخسائر الحراريه خارج يعني اللي من الغلاف الزجاجي للاتموسفير. اوكي، هنا أنا بالغلاف الزجاجي للاتموسفير لا يدخل هنا تاثير الاشعاع، فيصير عندي خسائر بالحمل وخسائر بالاشعاع. فالخسائر اللي بالاشعاع ايضا هي المعادله، هاي المعادله البسيطه اللي هي تدخل بيها انبعاثيه السطح الزجاجي الكفر ومساحة الكفر، اوكي الكفر اريا هاي ستيفان بولز 1، ودرجة الكفر هنا المفروض تكون اس 4 ناقصا درجة حرارة السماء الفعالة السكاي تمبرتشر اللي حسبناها بالفصل السابق. اوكي، ايضا تستعمل هنا يعني مو للامبيانت تمبرتشر، للسكاي تمبرتشر، هاي انتبه لها. ايضا هاي الخسائر بالحمل، خسائر بالعفو بالاشعاع بالحمل اقدر احسبها من هاي المعادله ايضا اللي هي مساحه الانبوب الخارجيه للانبوب الزجاجي في الويند هيت ترانسفير كوفيشنت، معامل الفقد مال الريح في الكفر تمبرتشر، ايضا هاي الكفر ماينس، هنا استعمل الامبيانت تمبرتشر. اوكي، فبالاشعاع استعمل سكاي تمبرتشر، وبالحمل استعمل الامبيانت تمبرتشر العاديه. اوكي، هاي انتبه لها. إذا الخسائر الكلية نجمع الخسائر بالحمل والإشعاع سوى أجمعهم، فهي خسائر الإشعاع. أوكي، هاي كفر ما أدري إيش كاتبها بليت، وأيضا كفر. أوكي، فالكفر خسائر الحمل والإشعاع أجمعهم اللي من الكفر، فصير الكفر توتال الخارجية تأخذ هاي الصيغة، أطلع تي سي ماينس تي اي خارج القوس. أوكي، فيبقى عندي داخل القوس المقدار اللي بين الأقواس المربعة. أوكي، هذا المقدار هو أيضا يمثل لي مقاومة حرارية بسمينها بين ال 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 الكفر الزجاجي وما بين الاتموسفير. اوكي، الار سب 2. اوكي، الار سب 2 اذا تاخذ المعادله 7 10 يدخل بها الويند هي ترانسفير كوفيشنت، يعني هاي كلها قلنا هاي كلها كفر تمبرتشر، ما ادري ليش كاتب اي شيء. هاي هي الكفر، كفر تمبرتشر. اوكي العفو. اوكي شباب، زين. اذا هسه بحاله الاستقرار الحراري ايش راح يصير؟ درجه الحراره مال الكفر، زين، يعني الخسائر اللي دا تعبر من الابزوربر تيوب الى الغطاء الزجاجي هي نفسها راح تطلع من الغطاء الزجاجي للاتموسفير. اوكي، فإذا الكفر توتال، أوكي، يساوي لنا البليت، نحن سميناها الريسيفر، الكيو بليت راديشن، كيو بليت راديشن، بس خلينا نتأكد منها. أي الخسائر اللي دا تعبر لي من البليت هي نفسها اللي راح تطلع من الاتموسفير، يعني اللي تعبر من البليت بالاشعاع هي نفسها اللي دا تعبر من الغطاء الزجاجي للاتموسفير بالاشعاع وبالحمل. اوكي، فشي يصير عندي اذا نقول نقول when the collector reaches الاكوليبريم، عندما يوصل حالة التوازن الحراري، زين، ال C sub T، زين، اللي هي من الكفر، يساوي لنا ال شلون اكو خطأ بالرموز يمكن بليت راديشن، اي هذا كفر،
انتبه عليه كفر plate radiation. ايه include plate radiation. هذا plate radiation. الكفر توتال يساوي لي البليت راديشن. اوكي، ويساوي لنا الكيو توتال الكليه مال المجمع الشمسي، هنسميها كيو توتال تي. اوكي، فنجي هسه ندمج، يعني القصد انه سوينا هسه الخسائر الحراريه اللي اذا تعبر لي من الانبوب الماس، من الانبوب الماس اوكي بالاشعاع الى الكفر، هي نفس الخسائر اللي راح يطرحها الكفر بالإشعاع وبالحمل إلى الجو المحيط. أوكي، هذا الشيء اللي إذا تقوله المعادلة 17 واللي هي تمثل الخسائر الكلية من المجمع الشمسي التركيزي. يعني سنرجع إلى هذا الشكل، هذا الشكل اللي رسمناه قبل شوية، الخسائر اللي بالإشعاع اللي إذا تطلع من هذا الأنبوب الماس الداخلي بالإشعاع إلى الكفر، إلى الكفر الزجاجي، راح تساوي لي نفسها بحالة الاستقرار، نفسها هي راح ماكو عندي لا تجميع ولا فقدان، نفسها اللي راح تطلع للاتموسفير، بس راح تطلع للاتموسفير بطريقين، طريق حمل وطريق اشعاع، وبالنتيجه تمثل الخسائر الكليه من المجمع الشمسي التركيزي. هاي المعادله اللي هي الاخيره اللي هي 17. اوكي، معادله 17. فنجي ندمج معادله 17 ويا 79 ادخل اللي هي بها تعريف الار سب 2. اوكي، فنكتب دلاله الكفر تمبرتشر هنا بدلاله الار 2 وبدلاله التوتال لوسز. اوكي، هسه نجي هاي دخل بها الار 2، عندي معادله اخرى اللي هي معادله 77 اللي تدخل بها الار 1، اريد احصل معادله بها الار 1 والار 2. اوكي، هذا ال 77 بها ار 1، يعني اول شيء دمجت 17 وهي 79، هاي 79 اللي بيها الار 2. اوكي، واللي بيها الخسائر الكليه من الكفر، الخسائر الكليه من الكفر. اوكي، هاي الخسائر الكليه من الكفر هي نفسها الخسائر الاشعاع من الابزوربر، ونفسها هي خسائر يعني الكيو، صار عندي كيو واحده بعد. اوكي، فنقدر استعمل ايضا معادله 77 اللي بيها الار 1، هاي الار 1 هنا، هاي الكيو سب بي ار، الخسائر اللي من الإشعاع اللي من الأبزوربر للجلاس هي نفسها قلنا الخسائر اللي من الجلاس كفر للأتموسفير. أوكي، فأرجع أيضا استعمل 77 وأشيل مكان كيو سب بي آر أخذ كيو سب تي. أوكي، والكفر تيمبرتشر عوضها من المعادلة الجوة اللي بدلالة الآر 2، فبالنتيجة راح تنلغي عندي الكفر تيمبرتشر، وأحصل على المعادلة الأخيرة اللي هي المعادلة 7-13. اوكي، فإذا substitute TC from equation 7-12، هاي 7-12 و 7-7. اوكي، واستعمل 7-11 مرة ثانية، راح أحصل على معادلة فقط بدلالة الـ R1 والـ R2 والبليت والأمبيانت. هنا لغينا إذن لغينا الكفر تيمبرتشر، هاي بليت طبعا بليت مين، وهي أيضا بليت مين، مين بليت تيمبرتشر، لغينا هنا الكفر تيمبرتشر بالموضوع. واضح؟ هسه ايش بقى ادمج هاي المعادله 7-12 وهي 7-13. اوكي، حتى ايش احسب هنا، احسب كفر تمبرتشر جديده. اوكي، احسب كفر تمبرتشر جديده هنا، هاي بدلاله ال بدلاله اليو ال، ايش عندنا بعد، هاي هي كيو سب سي، انا ايش اريد احسب، اريد احسب درجه كفر جديده للايتريشن. احنا الايتريشن اللي استعملناه بالفلات بليت كولكتر، افرض كفر تمبرتشر وارجع احسب كفر تمبرتشر جديده، فهنا محتاج كفر تمبرتشر جديده، فاجي هاي الكفر تمبرتشر هنا بمكان الكيو سب توتال، يعني ما اعرف قيمتها، راح اعوضها من هاي المعادله بدلاله البليت مين تمبرتشر، فتطلع عندي هاي المعادله الاخيره 7-14 اللي استطيع عن طريقه احسب النيو كفر تمبرتشر. فالايتريتف بروسيجر اللي استعملناه سابقا يشتغل نفسه هنا، انه راح افرض البليت تمبرتشر اعتبرها موجوده عندي، بس اللي ما موجود عندي هو الكفر تمبرتشر. اوكي، فافرض كفر تمبرتشر، وهذا الكفر تمبرتشر اقدر عن طريقه احسب الار 1 والار 2
زين للار 1 والار 2. هسه هاي الار 2 هي بداله الكفر تمبرتشر. وينها بالله هاي الار 2؟ بلاحظ بيها بداله الكفر تمبرتشر وبداله السكاي تمبرتشر والامبيانت كلها عندي. يعني سكاي عندي اقدر احسبها، والامبيانت درجه المحيط اقدر احسبها، الكفر ما عندي فافرضها. اوكي، والار 1 هم داله الكفر، يعني الار 1 اذا ارجع لها هاي 7 8 هم بداله الكفر تمبرتشر. اوكي، وبداله البليت مين تمبرتشر، هاي ايضا نسويها مين لازم، وهاي ايضا مين مين. اوكي، فالمين تمبرتشر عندي بس الكفر هم بعرفها، هم اجي افرضها، فراح اقدر احسب ار 1 وار 2. من حسبت الار 1 والار 2 اقدر احسب معامل الفقد. اوكي، اقدر ارجع احسب معامل الفقد اللي هو ايش راح يمثل لي معامل الفقد هنا أنا. معكوس الار 1 والار 2 يعني انا جزاني مكاتبه، هو هذا من كتبنا يو ال في الاي ريسيفر، في معامل الفقد هو 1 على ار 1 في ار 2 في مال المجمع الشمسي. اوكي، من حسبته راح يطلع عندي كيو سب سي تي. هاي الكيو سب سي تي هي نفسها الكيو توتال. اوكي، او انا راسا من حسبته معامل الفقد اجي مباشره طبقه بالمعادله 714 احسب بيه كفر جديده. فالمفروض هاي الكفر الجديده اللي حسبتها هي نفس الكفر اللي فرضتها واللي طلعت من عندها ار 1 وار 2 وطلعت من عندها يو ال. اوكي، فاذا نفسهم كان بها، واذا مو نفسهم ارجع اخذ الكفر النيو جديده واعيد الحسابات، احسب اليو ال جديد وكفر جديده. فالمفروض كل مره الجديده تقترب من اللي قبلها، فمن تقترب الى حد معين اقدر انهي الايتريشن مالتي. طبعا هاي يراد لها طبعا مثال محلول، ان شاء الله بالمحاضره المقبله احل لكم فد مثال يعني عملي وركت اكزامبل حتى نشوف عمليه الايتريشن هاي التجربه والخطا شلون تشتغل عندي لغرض حساب الكفر تمبرتشر الجديده. فبنحسب الكفر الجديده اللي تطابق المفروض واليو ال مالتي يكون اذا هو اليو ال الصحيح، اقدر ارجع قيمه اليو ال ارجع احسبها ارجعها الى المعادلات السابقه اللي حسبناها قبل شويه، اقدر احسبها الافشنسي فاكتور. اوكي، ونعرف عندي الافشنسي فاكتور وارجع احسب الريهيت ريموفال فاكتور الاف ار ايضا من الاف عندي انحسب. اوكي، واليو ال ايضا عندي انحسب، اقدر احسب الهيت ريموفال فاكتور. من انحسب الهيت ريموفال فاكتور طبعا الهيت جين عندي راح يمكن اللي هو معادله قبله هذا الهيت جين معادله 7.3 يكون عندي ممكن احسبه. ومن احسبه بعد انتهى يعني اقدر هو هذا الشيء اللي اريده انه كميه الحراره المفيده للمجمع الشمسي التركيزي اقسمها على الاشعاع الشمسي تطلع لي كفاءه المجمع الشمسي التركيزي. اوكي، فاذا كاسلوب هو نفس الاسلوب الذي تم اتباعه سابقا بالفلات بليت سولار كولكتر، نفس الاسلوب نفس المعادلات، بس اخذ نظر الاعتبار قلنا اكو فرق صار بالمساحات هنا. مساحه الاستقبال هي ليست مساحه الفقد الحراري، هذا الفرق الاول. والفرق الاخر انه هنا عندي عندي منطقه مفرغه من الهواء تصير بين الريسيفر اريا وما بين الغلاف الزجاجي، فهي المنطقه المفرغه اقدر الغي بها الكونفكشن لوسز من الانبوب الماص. اوكي، فهو كاسلوب هو نفس الاسلوب السابق المتبع، فشويه تحوير صار بالمعادلات. فان شاء الله بالمحاضره او المحاضرات القادمه نحاول نحل امثله حتى هاي المعادلات تطبيقها يكون واضح بالنسبه لكم. نكون بهذا اعزائي الطلبه انهينا محاضرتنا لهذا اليوم، ونلتقي ان شاء الله بمحاضره قادمه. شكرا لاصغائكم.